المقيم الآن في برلين وعمل الحالي رئيس لثلاثة مراكز طبية في مدينة برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية. أتعامل منذ حوالي سنتين وكذلك زملائي وأصدقائي هنا في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت مع شركتين عقارات في اسطنبول يديرهما السيد حميد سليمان أوغلو رجل أمين ونشيط، والشركتين هما ترانسكريتينج وآدم 34. أنصح الجميع بالمشاركة معهم لأن النجاح دائما حليفهم، ورئيس التنفيذي للشركة يتميز بالأمانة والعمل الجاد. Thank you.